احلى راديو على السلامه. مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا تو مضي 3 و6 دقائق. هذه الو اي اف ام. اليوم باش نحكيو على لونتربرونيا والا رياده الاعمال, وباش يكون حاضرين بحذنا برهان منصوري وخلود الكعبي كوفونداتور دو لا ستارت اب اي دي واي. باش يكون حاضره بحذنا زاده مدام سميه ودري استاذه في معهد الصحافه وعلوم الاخبار ومدرسه ثقافه المؤسسات. اذا كان عندكم اسئله في الموضوع ده تنجموا تكلمونا على 31 380 ألف. انتم تسمعوا في الو اي اف ام سبيسيال انتربرونيريا مع هاجر حناشي كل نهار خميس من 3 إلى 4. مدام سمية مرحبا بك وحدنا في اي اف ام. مرحبا. الله يخليك. دونك شوي اخر معاك مدام سمية باش نحكيوا على رياده الاعمال ولا لونتربرونيريا. شنو هي رياده الاعمال هذيا؟ شنو المواصفات اللي تنجم تكون في السيد اللي باش يستخدم الاعمال هذيا؟ شنو الاليات والا الهيكل اللي تنجم توفرهم الدوله للي زونتربرونور هذوما باش ينجموا المشروع نتاعهم من الفكره يتحقق ولي مشروع على ارض الواقع اي سورتو يدخل لهم مربوح, خاطر هذاك هو الفائده في اخر الحلقه. الله يخليك. سينو قبل ما نحكيو معك انت شويه اخر, نبداو نسلموا برشا على برهان منصوري وخلود الكعبي اللي هما كوفونداتور نتاع ستارت اب. ستارت اب هذه اسمها اي جي واي. نسلموا عليك خلود, مرحبا بك بحرينا. عايشك على السلامه. مرحبا سي برهان. عايشك يا جوره. مرحبا بكم, مرحبا باللي يسمعوا فينا الكل. يعطيكم الصحه. اي اف ام ديما الحق نتاع ربي عباره دارنا نحن ديما سورتو انا ديما هوني مع اي اف ام وديما بجديد. تو بون غبت شويه البريود هذايا, رجعنا لكم ببروجي جديد اي دي واي اللي باش نحكي لكم عليه وباش تشيخوا برشا ان شاء الله معانا, وان شاء الله الناس كل تعرف قيمه التوريزم وسبور او الدور في تونس. باهي هو توسون هم الاسم نتاعها غريب شويه من كل الحبايب ما تعرفش شنو هي اي دي واي. تنجم تقول باهي شنو هو هالاسم الغريب هذايا وشنو هو يرمز وشنو هو الفكره هذايا اللي انتم بديتوا بين. نبداو معك خلود. اي دي واي ساعه معناتها افونتور بالامازيغي, وين حاولنا ندمج ما بين الكولتور يعني نرجع شويه الامازيغ وما بين سبور والاوتدور وتو سكي افونتور. دونك ستارت اب اي دي واي سيت اون بلاتفورم. C'est une start-up sociale, plateforme en ligne. Les événements régionaux, les activités outdoor, les hébergements écologiques. On a essayé de nous aider aux touristes. Michel Kawini trouve les alternatives régionaux en Tunis. Il y a des gens qui trouvent les spécificités de la région, pour que les régions, la culture, les traditions de les locaux. On a essayé de nous aider aux prestataires de services touristiques qui ont des offres. Pour qu'ils mettent la plateforme IDWay, où ils font la commercialisation, où ils trouvent en temps réel ce qu'ils ont fait, une réservation, pour qu'ils rentrent dans l'offre. Donc on a essayé de nous aider هم باش يروجوا لي الترناتيف هذوما. دونك الحكايه بدات كي كنا نخرجوا دي روندوني. فكرك كيف بدات؟ جوستومون كي كنا نخرجوا دي روندوني دي كامبينغ مع افونتورا مع الجروب نتاع برهان وياسين وحسن. من غاديك بدينا نكتشفوا شنو فما في تونس, بدينا نشوفوا في البلايص اللي هما محليهم كل شيء, اما ريالمون قعدنا نفركسوا شنو نجموا نعرفوا اخر على البلايص هذوكم اللي في تونس اكثر منه طبيعه, شنو نجموا نعرفوا كولتور, شنو نجموا نعرفوا في لي ريجيون هذوكم لي لوكو كيف كيفاش يتصرفوا, كيفاش يتم نتعاملوا معاهم, شنو يبيعوا, شنو هي الحاجات اللي تنجم تنفع المنطقه هذيك وتروج لها. دونك من غاديك بدينا بشويه بشويه نحاولوا كيفاش من ان جروب نورمال دو روندوني نحاولوا نخلقوا ستركتور موجوده ليغالمون تنجم تنفع الدوله, تنجم تنفع السياحه, وبيان سور تنجم تنفعنا احنا. هذيك علاش سي اون ستارت اب سوسيال اللي تخدم عندها ربح و ميم طون تعاون لي كوميونيتي لوكال. دونك من غاديك خرجت ليدي ان نعملوا اون بلاتفورم اللي هي اي تي واي, ونحاولوا نلموا جوستمون لي زالتيرناتيف ونحاولوا نعاونوا لي لوكو ونعاونوا لي توريست باش يعرفوا بلادهم اكثر. باهي يقول قايل توا خلود اللي يسمع فينا, من نهار اللي خممتوا في الفكره لنهار اللي نفذتوها وقعدتوا عن البيروات نتاعكم بديتوا تخدموا سيغتانمون تعديتوا بمرحله, خاطر هذيك المرحله اللي يمكن تصعب على العبيد الاخرين اللي قاعدين يسمعوا فينا ومازال قاعد في داره يخمم يقول زعما انا في مخي توا سهله الحكايه كيما يحكوا فيها هي سهله, خلينا نمشي حتى انا لانسي روحي ولانسي ستارت اب نتاعي. هو سيغتانمون فما شويه عوائق, اما زاد كمان فما برشا تسهيلات هكا ولا لا؟ كيفاش المرحله هذيا نتاع من نهار اللي خممتوا للي سيد حاطط الستارت اب هذيا في البيرو نتاعها وبدات تخدم على روحها؟
هما برشا مراحل مش برشا مراحل مسهلين صعاب لي زيتاب الكل نجم تعدى بهم اي عبد. لا ديفيرونس سي كو احنا ريالمون كنا بعاد شويه على الانتربرونوريا، كل واحد جي من دومين، كل واحد قرا قرايه، ومن بعديك تلمينا بكو احنا صحاب ولمنا نفس الغرام هذيك. دونك الباسيون هو اللي هزنا للبروفيسيوناليزم. دونك غاديك كي جات الفكره وحاولنا يعني نبلوروا فيها بشويه بشويه بنيت بعضنا، قعدنا نفركسوا شنو معناتها انتربرونوريا، شكون ينجم يعاوننا، كيفاش واحد ينجم يبدا انتربريز ولا يبدا اون ستارت اب اللي تنجم تنجح. دونك من غاديك بدينا نشوفوا لي زانكوباتور اللي قاعدين يعاونوا في تونس، بدينا نفركسوا على ديزابيل كانديداتور. غاديك وين لقينا اول انكوباتور اللي هو عاوننا، اللي هو لاباس، الانكوباتور دو ليكونومي سوسيال اي سوليدير اللي يدخل تحت اي دي واي. دونك من غاديك بدينا نعرفوا بشويه كيفاش نعملوا ليتود دو مارشي نتاعنا، كيفاش نعملوا بزنس بلان نتاعنا، شنو هما لي بروميير ايتاب اللي تعدى بهم ان انتربرونور، كيفاش يكون لو بروفيل انتربرونور بيد، وخاطر ابار الخدمه على البروجي لازم خدمه علينا احنا ان طونك دي بروفيل باش نجموا نوصلوا المعلومه، باش نجموا نقدموا البروجي نتاعنا كما يلفو. دونك بشويه بشويه لين طورنا الفكره وشفنا ان ديفلوبور اللي تخلى معانا وكدنا البلاتفورم، عاوننا باش يعني عاوننا بعضنا ريالمون باش تكون الفكره كونكريت موجوده سور لو مارشي. فهاديك بدينا نتستيو فيها، بدينا نتستيو فيها بشويه بشويه مع 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 العباد دي لوكو، نشوفوا العباد شنو لي فيدباك نتاعها، كيحطوا لوفر نتاعهم، شنو يحبوا يبدلوا في البلاتفورم، بدينا ناخذوا في دي فيدباك وبدينا نبدلوا بشويه بشويه في البلاتفورم نتاعنا. بيان سور في المارشي كل مره تعرضك حاجه يزمك هكا تو بيفوت وتشوف شنو الحاجات الجديده اللي تعرضك، منها ريالمون الكوفيد اللي ديجا ما خلانيش نجمو نخدمو بالكدا في لي ريجون تاع تونس الكل، في لي ديبلاسمون وكل شيء. سيتي اون اوبورتونيتي لينا احنا باش نركزوا شويه على الكرون تونس، غادي خاطر مستنسين نشوفوا ياسر في لي ريجون. في الكرون تونس اكتشفنا برشا حاجات ريالمون ما كناش نعرفوهم، لي فيرم، لي سونتر ديكيتاسيون، لي اكتيفيتي اللي فما في الكرون تونس، وحاولنا نكبروا في السيبل نتاعنا من لي جون لي فامي العباد الكل تنجم تشوف، يعني ديما تربط لاودور وسبور اودور وكل شيء اللي هو نتاع دي جون، اللي هو دي جروب دو راندونور يتقابلوا يخرجوا من سنتر فيل. اما هو اكبر من هكا برشا، توريزم الترناتيف ينجم يلم العائلات، لي زيترونجي يجيو جوستومون مش لي ريجيون بالنير ولا ساعات باش يكتشفوا حاجات ينجموا يعرفوها في البلايص الكل، يجيو باش يشوفوا ريالمون لي ريجيون شنو فيهم لي سبيسيفيسيتي ولا كولتور نتاع كل ريجيون كيفاش تصير. دونك بشويه بشويه بدينا نخدموا على لي كوميونيتي، بدينا نروجوا لروحنا في لي ريزو سوسيو وفي البلاتفورم نتاعنا. دونك فوالا هذيا كيفاش بدينا بشويه بشويه. باهي البدايه هذيا اسكو تستحق تمويل والا مولتوا انتوما والا استحقيتوا شكون يعاونكم ماديا ولقيتوا كيفاش والا كيفاه؟ فسر لنا. خاطر ديما سامحني باش نقص عليك، خاطر ديما العباد اللي ديما نخمم في العباد اللي قاعده في الدار توا وتحب تحل هي المشروع نتاعها وديما تخمم في فينونسمون، تقول لك ما عنديش فلوس ونحب انا نبدا نخدم وما عنديش فلوس، شكون باش يعطيني الفلوس ولا انا منين نجم نجيب الفلوس هذوما؟ باهي هو مش في البدايه برك نستحقوا التمويل، هو في اللي اطلب اطلب ما دام الاذاعه مفتوحه والبث مباشر اطلب باش تحب لكش يسمعوا فينا هكا ينجموا يزيدوا يعاونوا كمان. ديما نستحقوا تمويل، يعني العباد الكل اللي باش تحل دي بروجي نستحقوا تمويل. اما لا ديفيرونس يعني ان بروجي ديجيتال دونك سي اون ستارت اب من القواعد نتاعها كي اون بو دير اللي هي انت تحاول تبدا ازيرو، دونك تحاول تخدم شويه على ليدي نتاعك تو لا كونكريتيز، وبعديك تحاول ديفلوبي البلاتفورم باقل تكاليف ممكنه. من غاديك خرج الكونسيبت نتاع المينيمم فايبل برودكت، يعني البرودوي تنجم تخرجوا باللي يعني مينيمم اكزاكتومون فوالا. دونك بشويه بشويه خدمنا الام في بي نتاعنا بليكو، يعني سيتي هكا لوف ماني نتاع القرام نتاع عائلتنا اللي نسلموا عليهم على الاخر برشا خاطر بالحق من الاول يعني يعرفوا لي سيتياسيون الكل. بدينا بشويه احنا وسيتي لوتو فينونسمون، بعديك بشويه بشويه تبدا يعني تبدا العباد تشوف لو برودوي سورتو، يعني لازم ان برودوي كونكري وين العباد تبدا تمن بيك تشوف لي كليون نتاعك، حتى لي زانكوباتور فما برشا توا ولاو يعطيو دي سوبفونسيون، يعطيو هكا معاونات صغيره حتى مش فلوس سور لو كوتي تكنيك، ينجمو يعاونوك في الديفلوبمون نتاع ليدي نتاعك نتاع يوصلوك لدي ستركتور تنجم تعاونك زاده.
دونك التمويل بشوي بشوي يبدا يجي كل مره تلقى اوبورتونيتي وبعد الاوبورتونيتي هذيك تلقى اوبورتونيتي مع اكبر اونتر يلزم واحد شويه يحاول انه البرودوي نتاعو هو يجيب له فلوس مش كان لي سوبفونسيون ولا كان لي لوفي دو فون اللي نجم يعملها باهي الحياه ورديه هي بارابون تاع اللي نحكي فيها ما فما جانب مظلم من الموضوع باش نحكيوا عليه العوائق احنا شويه اخر ونزيد نحكي مع حبيت نزيد حاجتين في الحكايه اللي حكيتهم خلود الحاجه الاولى وهي تحكي على كيفاش بدينا وانت سألتك كيفاش بديت والتوا فينا سيتياسيون تعديت بالحق توا عنا عام وشويه معناها تعديت برشا حاجات قدامي يقولوا تحكي معناها كيفاش بدينا كيفاش طورنا في رواحنا كيفاش توا وين وصلنا كيفاش تعرفنا كيفاش وصلنا بحذاكم لهنا الاي اف ام وانتم امنتوا بمشروعنا وعيطونا بحذاكم بالحق نربط مع الشباب اللي قلت توا انت قاعدين في ديارهم ويخموا كيفاش راهو الفلوس كي تبدا انت عارف ثنيتك وين عارف قوه مشروعك عارف مأمن بروحك وبالكيب اللي معاه صحيح الفلوس لازمه اما بشوي بشوية تجي الفلوس فما تنجم تقدم البروجي متاعك وتاخذ لابيل كيما نحن خذينا بارتي صغيرة من فلوس انه باش عملنا الديماراج متاعنا اما بشوية بشوية كيما قلت لك تتعب صحيح جينا معام كوفيد ما سلمناش بطلنا خدمنا وركزنا في البروجي متاعنا ومأمنين اللي الفلوس باش تجي دونك نشجع اي انسان عنده حلمة ولا عنده فكرة انه يمشي فيها بخطوات صحيحة وثابتة بقدرة ربي الفلوس توجي وتحية اللي زانفستيسور اللي يسمعوا فينا كل سهلا ربي معكم برهان وخلود دونك بزينا باش نكملوا نحكيوا معكم احنا شويه اخر فيزون اللي حكيوا فيه شويه اخر قبيله مدام سميه احنا باش نحكيوا فيه افيك بلوس دو ديتاي معك انت شويه اخر جانب نظري اكثر باش نحاولوا انه نقدموا جو في ماكسي سورتو سور لو معناها الدور نتاع الدوله خاطر عندنا مشكله ومشكلة ماهيش مربوطة بالسياق التونسي فقط علاش سي ان كونتكست انترناسيونال ولي ريكومونداسيون انترناسيونال تويكا اش تقول بون تقول راهو الفو تروفي اون التيرناتيف لازمك تلقى حل بديل عندنا مشكلة كبيرة نتاع شوماج عندنا مشكلة كبيرة نتاع سوز امبلوا باهي شنو هو الحل البديل لهلا جوناس هذيا لي جون ديبلومي اللي خارجين باهي باش نكملوا احنا نحكيو معك استاذة باش نحكيو معك احنا شويه اخر دونك نعاود نفكركم اللي موضوعنا اليوم هو لونتربرونيا وحاضره بحالنا مدام سميه ودرني استاذه في معهد الصحافه وعلوم الاخبار ومدرسه ثقافه المؤسسات وبحالنا زاده برهان منصور وخلود الكعبي كوفونداتور لستارت اب اي جي واي اذا كان عندكم اسئله على رياده الاعمال تنجموا تكلمونا على 31 380 ألف سبيسيال انتربرونيا مع هجر حناشي كل نهار خميس من الثلاثة للأربعة رجعنا لكم جديد مكملين مع بعضنا من توا حتى يكش للأربعة متاع العشية موضوعنا اليوم هو لونتربرونيا وحاضر بحدنا برهان منصوري وخلود كابي كوفونداتور لستارت اب ايدواي قاعدين يحكيونا على المسيرة والحلمة هذية كيفاش بديت شوية آخر باش نحكيو مع الأستاذة سمية ودرني أستاذة في معهد الصحافة وعلوم الأخبار ومدرسة ثقافة المؤسسات باش تحكي لنا بالتفصيل اللي كانوا يحكيوا فيه خلود وبرهان جوست برهان باش نكمل معاك كيما كنا نحكيو من بكري كنا نحكيو على الجانب الوردي من الموضوع محليها الحلمة كي نخمو ونمشيو ونقدو له حاجة متحل الحاجة اللي احنا نحبوها اما نعرفوا لي ديما زادة الشباب يتشاكي ويقولك الحكاية على الورق سهلة يمكن اما في التطبيق تعرضنا برشا صعوبات اللي يمكن تعطلنا شوية باش انه نوصلوا الهدف اللي احنا سيبوزي حاطينه لروحنا وقت اللي قررنا باش نعملوا المشروع هذي انتوما كستارت اب اديوي شنو الحاجات اللي ما سهلت لكمش ولا ما لقيتوش شكون يسهلها لكم باش نجمتوا تاخدموا الخدمه نتاعكم وانتم مرتاحين وتزيدوا تقدموا في سافيس هي كما قلت هجر وكما كان تحكي خلود وكما كانوا يسمعوا فينا الناس الكل الحلمه محلها والفكره باهيه وديما ماذا بيك تسعى وكل شيء اما ما فماش حاجه تجيب السهل ديما فما صعوبات والله هما برشا الحق هاجر اما من اهمهم انه ديما فما مشكله نتاع ستارت اب كي دخلت في تونس مع البلاد في السيتياسيون اللي فيها مع كل شيء ما لقاتش ستريكتور صحيحه دونك انت كي تمشي للوزاره في اي واحده من الوزارات ديما تلقى صعوبات انه الناس مش فاهمه البروجي نتاعك شنو بلاتفورم شنو ستارت اب شنو الحاجه الجديده كيفاش لي جون يخموا هكا في حاجات جديده وبالحق تحس لانه الوزارات ماهيش قاعده تتماشى مع الشباب تحس هذول مش حتى قاعده تعدي في المعلومات لبعضها جوستومون ما فماش تناسق بيناتهم وكي نحكيو هكا راه ماذا بينا معناها نحسنوا مش قاعدين ننقدوا بركه ماذا بينا انه بالحق يفهموا
شباب اكثر. فما ناس تمشي لهم في وسط الادارات الحق نتاع ربي، كما خذينا لابين من عند وزاره التكنولوجيا والاتصالات الحديثه، قعدنا مع برشا ناس في وزاره السياحه هما عيطونا انهم بالحق عجبتهم اي دي واي، دخلوا للبلاتفورم نتاعنا شيخوا عليها. اما ديما تبقى المشكله انه كيفاش انتم ستارت اب، اسكو نحن نخدموا على رياضه الجبليه، السياحه الايكولوجيه، السياحه الثقافيه، معناها برشا دي فولي. كل واحد يقول لك ساعات معناتها انت بتحكي على سياحه تقول رياضه، يقول لك مش تبعني ثقافه، مش تبعني يهودي. راهو نحن بلاتفورم نلموا كل شيء، وهذا هما البروجيات تاع لي جون تلقاه محلول على برشا حاجات. وانه بروجي كيما اي دي واي بالحق راهو باش يحل مشاكل، كيما كانت تحكي مدام تو، باش يحل مشاكل كبيره للتشغيل في تونس. انه نحن عندنا تو بعد زاد نحكيو على الافاق نتاع اي دي واي، انه كيفاش باش تمشي على تونس الكل، باش تلقى ناس تخدم في السياحه، في السياحه الثقافيه وفي الرياضات الجبليه وفي التوريزم الالترناتيف. دونك صعوبات موجودة، أما ديما لازم واحد يأمن كما قلت لك بالبروجي ويشد صحيح، خاطر البلاد هذايا مالها كان ولادها، مالها كان لي جون. صحيح فما ديما مشكلة فلوس، أنه كيفاش باش تعيش، كيفاش باش تكري لوكال كان تحب على لوكال، وإلا كيفاش بتخلص الخدامة. دونك لازم ليكيب تبدا عارفة من أول، كيما خلود جات من الأول كي قعدنا نحن أصحاب وكل شيء وعشرة ونعرفوا بعضنا عندنا سنين، أما كي قعدنا انتوك انتربرونور بالحق ناس واعيين انه راهو باش تعرضنا برشا صعوبات من الدوله، من ناس، من لي كونكورون، من ساعات مثلا من ناس ماهمش كونكورون تاعك يغزروك انك كونكورون. دونك هذا الكل كنا عارفينه، صعوبات الكل حاطينها قدامنا ان رانا باش تعرضوا لها. وخلود بالحق ديما تموتيفي فينا، وتحيه زاده لليكيب الكل، مريم عمام وياسين الطاغوتي واحمد نقاش وخمايس اللي خدم لنا السيت. دونك ليكيب الكل نتعاونوا، الناس كيف كيف تحاول تسهل لك الصعوبات بالحق في الدومين سورتو سبور او دور. تحيه للجروب تاع الروندوني والكومبينغ ولو سوسيتي فومونسيال الكل باش ما ننسى حد، ما نحبش نسمي. الناس تقف معاك، ناس تدز معاك. صعوبات كما قلت برشا، اما تشوف الارقام في وسط اي دي واي، تشوف لي بارتنير نتاعنا، سواء لي بارتنير الكلي الكبار، سواء لي بريستاتير اللي حطوا لي زوفر نتاعهم مالغري الكوفيد. فما برشا ديزيفينمون، فما برشا ديزاكتيفيتي، فما ديزيفيرجمون في وسط اي دي واي. دونك صعيب يولي ساهل بقدة ربي. باهي الحمد لله. توا نعرف انا برهان اللي جينيرالمون العباد كي يبداو يخموا باش يعملوا ستارت اب يعملوا دي فورماسيون هكايا باش يفهموا الستارت اب هذيك كيفاش يمشيو كيفاش يمشيوها. باهي ماشينا ستارت اب نتاعنا، اسكو قاعدوا يتبعوا فيكم من باب باش يعرفوا اسكو الحاجات اللي انتم قريتوهم فك لي فورماسيون اللي تعلمتوهم ولا المعلومات اللي خديتوهم انتم قاعدين تطبقوا فيهم بشكل صحيح وقت اللي المشروع بدا يخدم على روحه ولا لا؟ والله الحقيقه من الاول بكل بدينا مع لاباس، وبدات خلود ومريم سيرتو في الفورماسيون، تعرف البنات ديما يحبوا جو لي فورماسيون والجو هذاك الكل ديما الاولاد يمشي للتراء اكثر، فهمت؟ اما لا سعينا انا نطوروا في رواحنا، حتى انا وياسين وتوا كيف احمد معانا، انا نعملوا لي فورماسيون ونطبقوهم، خاطر انه صحيح برشا دي كوتش يجيو كل واحد بالفيزيون نتاعو، كل واحد كيفاش يغزو البروجي. تحاول تلم لو ماكس نتاع المعلومات وتحاول تطبقهم شوي بشوي. ديما نحن في وسط البيرو بعد ما واحد فينا يمشي عن فورماسيون، كل واحد في الدومين نتاعو بيان سور، ونتلموا ونقعدوا نحكيوا مع بعضنا الكل في لي بوان اللي خذيناهم. فما حاجات باش تنفعنا توا هذوكم نركزوا عليهم، فما حاجات باش تنفعنا القدام لازمنا بيان سور نقراو لهم حسابهم. وكيف كيف درنييرمون مازلنا كي كملنا الانكوباسيون مع تيك دي سي او اللي هو تحت وزاره الثقافه، وحلينا الفولي نتاع توريزم كولتوريل. لي فورماسيون تمدت على 6 اشهر كيف كيف زاده، مشينا فيهم بالكدا، تبعنا الكلام نتاع الناس الكل. الحق نتاع ربي نحن ما عندنا قاعده نمشيو بها انه ما يطيش شيء، كل شيء اللي نسمعوه ناخذوه نتعلموا منه، واللي نستحقوا اللي ما استحقيتوش توا راك باش تستحقوا من بعد. دونك لي فورماسيون لازمين، ما فماش كلام. هذاك علاش قلت لك ستارت اب صحيح تمن بالبروجي نتاعك، ما فما حتى شيء سهل، فما في دي فورماسيون، فما تعب، فما مشي وجاي، فما مصاريف. صحيح، اما بشويه بشويه الواحد يحاول يوفق بين لي فورماسيون، بين خدمته في وسط البيرو، بين حياته، وبشويه بشويه ان شاء الله ربي يسهل لنا. ان شاء الله ربي يسهل لكم في الخير. برهينه يا خلود قل لي احلاها تطلب في الاذن يا ربي. Concernant la question, est-ce que femme a suivi ou elle allait réellement le projet ou la start-up, il y a une
quel que soit يعني à part les formations à part كل شيء le réseau اللي يعملوا يعني العبيد اللي يعرفهم و الريزوتاج ولا النتوركينغ هو اهم حاجه دونك كي تدخل ان انكوباتور دونك يعني انت دخلت الريزو quel que soit les start-up الموجودين غادي quel que soit les formateurs بعديك انت تفرض روحك بالانجاجمون نتاعك يشوفوك عاد تحب تتعلم تحب تمشي البروجي نتاعك اوتوماتيكمون باش يجيو دي زوبورتونيتي لاي كوتش لاي ستراكتور لاي حاجه دونك يخمو فيك اوتوماتيكمون دونك الريزو هذيك اللي انت وريت فيه روحك هذيك اللي بعديك هو اللي باش يرجع لك دونك كاين هو ما رجعنيش راه احنا باش نعرفوا لي بروفيل نتاع لي ستراكتور هذوك ممكن نستحقوا حاجه دونك احنا نرجعوا لهم دونك تقعد ديما العلاقه ما بين ان انكوباتور ولا ستراكتور دابوي وستارت اب ديما موجوده فو كو فما ان ريزو يلم العباد الكل ما بين لي ستارت اب ولي ستراكتور لي ستراكتور هذوما الكل فوالا باهي نرجعوا لك برهان الطموحات والافاق والامال وين تحبوا توصلوا انتم تو والله العظيم ساعه نحن في السيتواسيون اللي احنا فيها مالغري الكوفيد كيما كنت نحكي مالغري التعب مالغري صعوبات الكل من الاتا والا من الوضعيه اللي في البلاد ولا في العالم الكل الحقيقه نحن زاد قعدنا مع بعضنا وحكينا انه باش نواصلوا مانيش مسلمين بدينا دونك لازمك تكمل مالغري باش يعرضنا الكل طموحات كبيره هاجر والله كبيره برشا 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 عندك طريقتين انا فما فولي نحكي فيه مع جماعه برشا وانا شد فيه صحيح انه نحن نخمو في دي زومباسادور نتاع اي دي واي لي زومباسادور نتاع اي دي واي مادام باش يكونوا هذوما على تونس الكل هذاك علاش قلت لك قبيله كي قلت انت تخلق مواطن شغل اي دي واي باش تخلق مواطن شغل لي اسوسي اللي فيها اما زيد باش تحاول تخلق مواطن شغل للناس اللي موجوده في تونس الكل تخيل معايا شويه هكا انه دي زومباسادور نتاع اي دي واي في كل ريجون في تونس تصير لهم دي فورماسيون سيوي دي جيد سيوي هما معناها يجيبونا لي زوفر وياخذوا معنا بورسنتاج ولا حاجه الفورمول مازلت ما حطيناهاش بالضبط اما هذا اللي نسعى له من اهم البروجيات اللي نخدموا عليهم كما قلت لك بالضبط لي زومباسادور هذوما ينجموا يكونوا في الكوتي سبور ادور ينجموا يكونوا في التوريزم الترناتيف وينجموا يكونوا في التوريزم كولتوريل دونك بالحق اي دي واي ان شاء الله بشويه بشويه باش تولي حاجه كبيره في التوريزم في تونس مع باش تحاول بالحق انا تخلق مواطن الشغل في البلايص الكل وتوصل البروجيات اللي موجوده في المناطق الداخليه هاجر كيما لي فيرم كيما لي سيركوي اللي موجودين بالحق عندنا بلايص راهو حاجه من وراء العقل في تونس حاجه ما تتوصفش قد ما نقول لكم قد باش تدوروا ما كومش باش تصدقوا شنو فما في تونس ما كومش بالحق فما برشا ناس ما تعرفش لي فيرم اللي موجوده لي ميزون دوت لي سونتر دو كومبينغ لي سيركوي نتاع الجيد ومانيش نحكي على روندوني والكومبينغ كهو بالضبط السياحه الثقافيه زاده لي سيت اركيولوجيك ومانيش نحكي هنا على روندوني والكومبينغ برك راه عندنا دي سيركوي نتاع في تي تي عندنا سيركوي في جبل نتاع ناس تجري معناها بالحق برشا نتاع بلايص فين يصطادوا الناس سوا بحر سوا بر معناها حاجه بالحق نجم تغطي بارتي كبيره نتاع الشومج في تونس وان شاء الله ان شاء الله يا ربي لفتة صغيرة زيادة من الدولة ومن الوزارات هذوما وان شاء الله ربي يجيبنا في السويب ومع اي دي واي دورها بكيف اي باش ندورها بكيفنا بالكدا هو تفازون راهو استاذ انا واي دي واي خاطر انا عندي بروجي ديجيتال مع اي اف ام اسمه اي اف ام ديكوفيرت ودون لو سونس اللي قاعدين نخدموا فيه هما احنا قاعدين نتعاونوا مع بعضنا وتلمون عجبوني وتلمون حسيت موتيفي وفاهمين شنو الحاجه اللي يحبوا يعملوها ويحبوا يوصلوا بيرغم نعرف اللي عندهم برشا صعوبات غير هما راهم ما يحبوش ما يحبوش يحكي ما نعرف اللي عندهم برشا صعوبات وشويه مشاكل وشويه تعطيلات لو كانت تسهل شويه ديزون الاداره امتعنا اتوبش برشا شباب كيفهم حتى هما ينفحوا ويتشجعوا انهم حتى هما يمشيوا يعملوا المشاريع امتاح دونك من الحلمه امتع لجون كيما خلود وبرهان فما ثنيه طويله كامله باش النجموا يوصلوا يحقوا المشروع امتعوا دي لو باش نحكي فيه معك انتي توتسويت مدام سايمة سمية ودرني الو اي اف ام بيه دونك للا سمية باش نحكيو على ريادة الأعمال شنية هي ريادة الأعمال هذه شنية المواصفات اللي تنجم تكون في الانتربرونور خاطر مش أي حد ينجم يحل المشروع متاعو بيه كي تحلم وتفكر ما بازم زاد تكون أنت الشخصية متاعك مواتي لك المشروع هذيك شنو ما الأليات وإلا الهيكل اللي موجودين في الدولة اللي نجموا يعاونوا السيد هذية أنه يحقق المشروع متاعو ما هيت زيتا نفسروا لهم الأول العباد اللي قاعدين يتابعوا فينا نهار طول وانتم تحكيوا على ريادة الأعمال وتشجعوا فينا على ريادة الأعمال شنو هي تفضلي ساعة انا نحب نشكر خلود وبرهان على خاطر وزغف العمر راهما بالحق انطلقت من مثال تري كونكري وتري انكوراجون مشجع انا وقت اللي نشوف معناها دي جون كيما خلود كيما برهان افيك
tout cet enthousiasme, cette ferveur, الحماس والحماسة اللي عندهم والكل ما نجم كان نشجعكم أنا اللي معناها نشجع على ريادة الأعمال نشجع على la posture et la culture entrepreneuriale en fait الثقافة المؤسساتية هذه نشجع على le comportement سلوك هو وكي نقول سلوك معناها cela suppose اللي ثم des facteurs ثم سلوك يتبع فينا من صغرى هذاك علاش اليوم نجمو نلقاو شخص مغروب اللي تنتي يحب يعمل ريادة الأعمال وثم شخص يقول لك أنا نكتفي بشغل بخدمة ان ريفينو ان سالير بيان فيكس ونقف غادي هذاك علاش أول نقطة نحب نركز عليها هي لي كاركتيريستيك الخاصيات اللي هما مربوطين بشخصية الشخص كي نقول لك أنا والمثال قدامنا هذوما أشخاص قبلوا يعملوا ريسك قبلوا يمشيوا في اللعبة نتاع الريسك وتعرفوا أنتوما الريسك معناها يزمو يكون زادا محسوب فو كالكولي لو ريسك يزمك تحسب الريسك والريسك هذا بصفة عامة يكون مربوط باللي بلو جون علاش؟ على خاطر جينيرالمون كي تلقاه ان جون يقول لك انا جوجو لو تو بور لو تو انا جو مي لانس دون ان بروجي اي جو بو بيرميتر بور ان وي او بور ان نون با تو فا انتروديير انتي فينالمون دي مويان دي كابيتو موارد بشريه باش موارد ماديه اتسيتيرا واللي ثم ريسك انك باش تخسر كل شيء داكور ان موان جون باش يحسب اكثر الريسك هذاك علاش قلت لكم باش يقول لك عنده دي كونترانت فاميليال دي كونترانت بروفيسيونيل جينيرالمون هو مستقر معناه في العمل نتاعو عنده ان ريفينو ان سالير فيكس ايتترا يفا سيل فا سو لانسي سي اون بو سو بيرميتر دو لابلي اون افونتور هي مغامره اذا كانها مغامره دونك باش تكون مربوطه بنوسيون ريسك داكور دونك ثم خاصيات اخرى لازم الانسان زاد يكون انرجيتيك اش معناها انرجيتيك يعني يحاول انه يستعمل قواه العقليه قواه الجسديه وديما يقدم لوندورانس فو با سبيسي لي درا لي برا باردون ميزموش كيما قلتو نتوما معناها مشكله الكوفيد لا بانديمي اللي هي بست معناها الاقتصاد بصفه عامه في العالم الكل مست حتى شركات كبيره de grande renommée, de grande réputation, que dire pour des jeunes et mazal ou kibdaou yshoukou fi fithniyatahom. Et malgré ça, je qultou, manech bach nsalmou. On va aller jusqu'au bout. Donc avec ce qu'on appelle l'endurance, femme à l'empathie. Ch ma3naha l'empathie? Elli hiya ennek tahot rouhak fi 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 blasat chakhs l'akhar, fi blasat l'client ta3ak, fi blasat l'collaborateur ta3ak. Elli hiya c'est très important. Et surtout, وقت اللي انتوما تحكيو لي على l'entrepreneuriat social, اللي انتوما تجبدوا معناها l'axe, المحور نتاع tout ce qui est économie solidaire et sociale. Donc هذيك زادا اللي هي خاصية مهمة جدا في شخص زادا يكون un bon planificateur, يعرف يخطط كيفاش فكرة خمم فيها عجبته آمن بها كيفاش باش يحققها على أرض الواقع. كيفاش باش يخططها باش تولي سو فورم داكتيفيتي انتوما تعملوا في نشاط كيفاش باش تحاولوا انكم تلقاو ان فيدباك ساتيسفيزون اش معناها ان فيدباك ساتيسفيزون ان ريزولتا ساتيسفيزون دون لو سونس او انت علاش اون فيت مشروع شنو الهدف نتاعك الرئيسي باش تعمل انت مشروع انك الربح الربحيه واذا كان باش ندخلوا في منطق معناها لونتربرونيا سوسيال aussi il y aura un bénéfice باش نخرجوا معناها في منظور l'optique gagnant gagnant un impact social sur d'autres catégories de la société اللي نتوما قررتوا انكم تعملوا هاك لا conciliation entre la performance économique تحب تربح ومن حقك تربح انت تخدم عندك un revenu tu veux être autonome donc tu veux avoir ton revenu d'une part mais de l'autre côté هاك لا conciliation هاك le bien-être social كيفاش مشروعك باش يكون عنده أثر إيجابي quelque part على الانفيرونمون على لي كونديسيون ايكولوجيك كيما نتوما تحكيو على التوريزم ايكولوجيك تحكيو على التوريزم الترناتيف تحكيو على ايكونومي سوليدير اي سوسيال ايتترا كيفاش مشروع باش يكون عنده تأثير على حقوق الإنسان باغ اكزومبل لي دوا سي ات ان اوتر اكس ان فيت اكس اخر محور اخر جوستومون لونتربرونيا سوسيال كيفاش انك تو فا بريزيرفي الانفيرونمون
كيفاش انك باش تشجع باغ اكزامبل انشطه ولا قطاعات دي سيكتور اللي تضروا pour une raison ou pour une autre كيما احنا بالنسبه للمثال نتاعنا في تونس كيما الارتيزانا قطاع الارتيزانا ولا قطاع الفلاحي بعد الثوره وبعد لي زاتونتا وكنا نتفكروا لي زاتونتا اللي صاروا وكيفاش التوريزم معناها طاح بصفه معناها سبيكتاكولير كيفاش احنا باش نعاونوا الاشخاص هذوكم كيفاش باش يحسنوا باغ اكزامبل في يعملوا باش يصدروا معناها المنتج نتاعهم كيفاش يفون سو كريي لوغ بروبر انسين لوغ بروبر غام وباش تحل لهم المارشي مارشي دو لا ديستريبيسيون معناها نتاع المنتج ولا المنتجات نتاعهم هذا الكل دونك يدخل في لونتربرونيا اللي انا vraiment معناها كنت مركزة سورتو على لو كوتي اللي هو سي ان كونسيبت تري انوفاتور حسك حبيتهم 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 وي خاطر ان فيت سي ان كونسيبت تري انوفاتور ونخدموا عليه قاعدين توا مثلا تعرفوا كيما اينكتوس تونيزي الكل اي سو سون امبلونتي ان بو بارتو في لي كلوب في لي زونيفرسيتي تونيزيان في لي انستيتيوسيون يونيفرسيتير تونيزيان ديجا بارتنير معاهم يعطيك الصحة دونك ثم دي كلوب اللي يخدموا جوستومون على على دي بروجي امباكت social qui m'a par exemple juste un article comme un petit deux petits exemples Anna InTouch c'est un projet à nous des étudiants en association en collaboration avec Inactus justement باش عملوا كلي bracelet pour les malades نتاع الالزهايمر باش كان طاح كان ضاع كان بعد كان حاجه بي بي دونك و de façon à ce qu'on puisse le repérer معناها السيد شوفوا قداش القيمه معناها وقداش disant la valeur et la symbolique ramzia معناها نتاع الحكايه نتاع l'impact social justement d'un projet pareil ou femme the job now le job now en fait c'est une application digitale شفتوا هوني المراوحه ما بين territorial écologique digital etc donc on essaie de joindre ما بين des concepts je doute باش نخدموا على tout ce qui est économie solidaire et sociale c'est pour le bien-être هك لا ريكونسيلياسيون ديما نحكي عليها نتاع لا بيرفورمانس ايكونوميك اي لو بيانيتر سوسيال هل لي جوب ناو هذه سي اون ابليكاسيون كيما قلت لكم او بروفي دي ستوديون الطلبه علاش باش يلقاو فاسيلمون هك فريلانس هك الخدم ولا كل بارت تايم جوب هذوك هك لي طون ابا بارسييل باش على الاقل يساي دو رونتابيليزي ان تو تي بو داكور دونك هذوما دي زيكزامبل نرجع هوني نحب نحكي ياسر على لوتونومي اي لا ريسبونسابيليتي دواليتي نتاع لوتونومي اي لا ريسبونسابيليتي Je suis quelqu'un de responsable. Je suis quelqu'un d'autonome tout d'abord. C'est-à-dire que je n'aime pas les choses, je n'aime pas les choses, je n'aime pas les choses, je n'aime pas les dialectes internes, ou voilà, je suis tranquille, je n'aime pas les choses, je n'aime pas les choses. Et je ne veux pas être commandée par une autre personne. انا جو سوي كيلكان اللي نحب ندخل وقت اللي نحب وروح وقت اللي نحب و جو مانفيستي ونعطي و جو فو فير انا لو ليدرشيب شيب انا هو لو ليدر سي موا كي ريسبونسابل كي سوي ريسبونسابل دو مون بروبر ترافاي وعندي افكاري الافكار نحب انا نستنفع بهم دونك انا حر مي il faut responsabiliser ses actes et ses actions معناها تكون مسؤول علي صحيح انت حر اما كون مسؤول علي انت قاعد تعمل فيه اعطي ثقة لنفسك واعطي ثقة للكولابوراتور نتاعك اذا كان انت انسان بطبيعتك تعطي ثقة في نفسك تعطي ثقة في الكولابوراتور في الانسان المتعاونين معاك دونك هذاك سافا كريي اون سارتان كويزيون سوسيال سافا كريي اوسي ان سارتان ستاتيو سوسيال شو تقول محلاها انا جو بو سيرفير ديكزامبل انا انسان اللي عندي مشروعي عندي فكرتي يعني اللي حلمت بها واللي قاعده تتحقق على ارض الواقع جو سويز ان تران دو لا رونتابيليزي قاعد عندي ان روفنو كونكري يعني اي جو بو سيرفير ديكزامبل بور لي زوتر جارك خوك ان كوزان حد ممبر دو لا فامي يفاس دير تيا انا بدي باش نمشي نعمل كيما برهان ولا كيما خلود بوركوا با علاش اي لا اون فا باسي دو لوبتيك دونك دان دوموندور دو ترافاي un pourvoyeur de travail, un procureur. Allez, je rate qui peut tel petit مشروعك. ثم il y aura des postes, il y aura des créations de postes. باش انت باش تعطي مجال لك الشباب هذاك اللي هما يعانيوا في مشكله كبيره نتاع شوماج انهم يوليوا يخدموا معاك. حاجه اخرى نعرفوها تويكا وهنا نحب نربط جوستومون افيك ليتا كي اللي قلت لكم عنده مشكل كبير تويكا دايور
تويكا لي ريكروتمون في الوظيفه العموميه بصفه عامه سي ساتوري ما عادش نلقاو هاك لي كونكور المناظرات اللي كانت بصفه دوريه وبصفه سنويه كيما قبل لا فما دي كونكور فما دي بلاس معينين يتحل ويتسكر دونك هذا الحل كي شنو هو الحل هذا شنو معناه شنو باش نلقى حل انا الاشكال هذيا دونك هذوما اعطيتكم كلكو كاركتيرستيك معناها لونجاجمون ايتترا معناها اللي يخصوا الشخص اللي هما سو سون دي تري دو بيرسوناليتي حاجات تخصني انا كشخص داكور فما حاجات مربوطه اوسي بالمحيط نتاعي كيما العائله سي جو سويز ايسو دون فامي دونتربرونور اي لا جو في ايميتي باش نحاول نقلد وعندنا الامثله برشا الواحد معناها البو يورث ولده يانسي دو سويت المشاريع العائلية وعندنا برشا أمثلة ونحاول نكبروا في المشاريع دونك أنا كيف كبرت كبرت في عائلة متاع معناها مستثمرين وهذاك معناها نحب ولا نكره باش يأثر عليا فما أوسي يعني لو نيفو دو ليدوكاسيون le niveau des compétences surtout pour les entreprises qui travaillent beaucoup sur l'aspect technologique tu تخدم على التكنولوجيا فما مستوى معين اللي يلزمنا يكون موجود عند عند رائد الاعمال d'accord عند le jeune diplômé فما aussi l'environnement culturel économique technologique etc اللي نجم يشجعك كيما نجم يشجعك زاد باش تعمل رياده الاعمال d'accord دونك هذوما صفة عامة دونك لي فاكتور كو سو سوا اللي خاصين بالشخص والا اللي خاصين بالمحيط نتاعو اللي ينجموا يعاونوك باش انت تخمم في فكره من صغرتك وتمن بها وتحاول تحققها على ارض الواقع كيفاش لو بروبليم الاشكال كيفاش دونك الدوله شوفرت فينالمون داكوغ هوني قوس أي عنا ثلاثة دقائق قبل قوس على جوستومون نحاول اني نلخص الدولة تقول لك فوالا فما دي ستركتور دابوي اللي احنا قاعدين نوفروا فيهم للشباب نحاولوا ان نوفروا لهم دي فورماسيون دورات تدريبية نحاولوا اني نعطيوهم ان مويان دو فينانسمون دونك عن طريق بعض البنوك العموميه كيما لا بي تي اس و لا بي اف بي ام او لا بي تي اس هي لا بنك تونيزيان دو سوليداريتي اللي هو البنك التونسي للتضامن لا بي اف بي ام او لا بنك دو فينانسمون دي بتيت و موينز انتربريز قداش فلوسهم هذوما فوالا تقول انت ثما معناها En fait, c'est le critère, انت هو سي بيان لا فالور دو لانفستيسمون قيمه الاستثمار نتاعك ما بين 5 ل 150 الف دينار دونك باش تتجه للبي تي اس نصوركم راكم ما نعرفش تعاملتوا والله احنا الحقيقه مشيناش في التوجه هذايا مشينا انا نعملوا على رواحنا ونحاولوا البروجي هو اللي يدخل الفلوس وفي ثنايا كان جا فما انفستيسور ولا حاجه ما راحش صناديق وسي ما نعرفش تعاملتوا معاهم جوستومون نحن والله اكثر من هذا انه نحن نحبوا من الدوله التسهيلات في امور انه مع الوزارات فعلا بعد لي جون توا لي زونتربرونور اللي طالعين بالحق في تونس انه ما عادش يخمم في تمويل باش ياخذ قرض باش يمشي في ثنايا هذيك خاطر بالحق باش تولي صعوبات اكثر على الصعوبات اللي نحن ديجا فيها دونك انه الدوله توفر لك الشوما جست ثنية تكون واضحة وتسهل لنا الأمور هذيك والباقي تون بقدرة ربي بذريعنا النجم ونجيبه كل شيء وبيان سور في الأخر بكل كي تبدأ في ثنية واضحة وتبدأ التسهيلات موجودة من الدولة لازم في استيسور بشي يجي ويحطوا الفلوس في البروجي ويأمنوا به وتمشي بالبروجي بالحق الثنية الكبيرة اللي كنت تحكي عليها أنه تنفع وتخدم على الإيكونومي سوسيالي سوليدير وبشوية بشوية تتطور الأمور En fait, نعشك ما زال عندنا شوية وقت Parmi justement les pépinières d'entreprise محضنات المؤسسات اللي هما ce sont des structures تبعي لابي يعني هو وكالة النهوض بالصناعة تبع وزارة الصناعة واللي هما يخدموا أساسا على مشاريع ذات صبغة صناعية واللي فيهم إنوفاسيون فيهم ابتكار فيهم حداثة كرياتيفيتي هذا سي لو كونسيبت كلي تويكا لو كونسيبت ماجيك لا كرياتيفيتي الإنوفاسيون الابتكار اتسيتيرا دونك هذوما محاضن المؤسسات موجودين في ولاية التونسية الكل جمهورية التونسية الكل وحاولوا عملوا اون سيغتان بروكسيميتي باغابوغ على بريزونس دي ستوديون معناها جينيرالمون وين تلقى ثم معناها وجود ولا حضور نتاع الطلبه تلقاهم تلقى لي بيبينيير معناها كهيكل موجود جوستومون باش يعاون لي جون ديبلومي في عده مراحل
المرحله اللي هي في الاولى هي سي لاكوي الاستقبال. اول حاجه انت من حقك كطالب ولا كجون ديبلومي تمشي لمحضنه المؤسسات باش تسال وتقول لهم انا عندي مشروع كيفاش نعمل. سي نورمال كنت نقرا على روحي ما عنديش فلوس ما عندي حتى فكره. انا جاي طالب مثلا جاي من كليه الاداب ولا من عامل انفورماتيك ولا دونك سي با ايفيدون اني عندي فكره على بي ا با نتاع لونتربرونيا مانيش عامل مانجمنت مثلا داكور. دونك تجي اول حاجه تحاول يحاولوا يبسطوا لك الافكار ويحاولوا يدخلوك في المنظومه عن طريق دورات تكوينيه. هالدورات التكوينيه هذه تخص لا كونستيتيوشن لا كومبوزيسيون نتاع البزنس بلان نتاعك مخطط الاعمال نتاعك. ومخطط الاعمال هذا اللي هو وثيقه مهمه جدا سي اون جو ديري اون بيس كلي اون بيس ميتريس اللي نهار اخر انت باش تطلب تمشي البايور دو فون باش تمشي بها هذيك باش تحاول تناقش وباش تحاول باش تحاول تقنع البايور دو فون نتاعك انه باش يعطيك اون بارتي دو لانفستيسمون سو فورم دومبران. دونك يلزم تكونها مخدومه بالكدا بالكدا هذيك. والحمد لله اي دي وي في هذا حاضرين دونك ان شاء الله كي نمشيو لهم نلقاوهم زاد هما حاضرين معنا باش يمولوا اي دي وي. مازال مكملين معاك استاذه جوست خاتمك تعرف تو وقت الفلوس زاد حتى احنا نعديوها في وقت حتى احنا زاد ما نخلصوش. دونك نعاود نذكركم اللي ضيوفي اليوم برهين وخلود لي كوفونداتور دو ستارت اب اي دي وي وحاضره بحدانا الاستاذه سميه ودرني استاذه في معهد الصحافه وعلوم الاخبار ومدرسه ثقافة المؤسسات. احنا مكملين حتى كش الاربعة متاع العشية ما تبعدوش بعيدة على شعينا ما تسمعوا في ألو إي اف ام سبيسيال انتربرونيا مع هجر حناشي كل نهار خميس من مطلقة للاربعة. رجعنا لكم من جديد مكملين مع بعضنا من توا حتى كاش للاربعة نتاع العشية. ضيوفي اليوم هما برهان المنصوري وخلود الكعبي لي كوفونداتور دو لا ستارت اب اي دي وي اللي كنا حكينا معاهم في النص ساعة الأولانية وحكاوا على الستارت اب نتاعهم. وبحذايا الأستاذة سمية ودرني أستاذة في معهد الصحافة وعلوم الأخبار ومدرسة ثقافة المؤسسات وكنا نحكيوا أستاذة على ريادة الأعمال وشخصية رائد الأعمال وكنا نحكيوا على الآليات ما بينهم لي بيبينيير ونحكيوا على الدور نتاعهم بعد نحكيوا على العراقيل ونعرف اللي أنا زربت كبر الوقت. ما شاء الله ديجا السوجي طويل برشا وفيه ما يتحكي من الوقت فيه برشا ما يتحكي. محضنة المؤسسات دونك لي سيسيون دو فورماسيون هذيا تصير بور هوموجينيزي لي كونسيبت عند الناس الكل كيما طالب اللي جاني من كليه الاداب كيما طالب اللي جاني عامل انفورماتيك كيما طالب اللي جا عامل سبور. دونك الناس الكل تحاول تفهم لي كونسيبت نحاولوا نحسسوهم شنو هي المراحل نتاع البزنس بلان والبزنس بلان اللي هو فيه مجموعه من المراحل كيما ليتود دو مارشي معناها دراسة السوق نتاعك كيما دراسة القانونية شنو ما لي فورم جوريديك اللي باش تاخذها انت المؤسسة نتاعك شنو ما لي زوبليغاسيون فيسكال جوريديك اللي عندك زادا وشنو هو الكود دانفستيسمون اللي هو معناها صارت فيه ريفورم اون 2016 معناها باش حاولوا يشجعوا اكثر معناها لامبلونتاسيون اي معناها بور لو معناها معناها المشاريع هذه لي جون ليتود دي ريسورس هومين ماكم تعرفوا الموارد البشريه اللي هي ان كابيتال تري امبورطون تويكا في المشاريع واللي اذا كان المشروع يستحق دي كومبيتونس كبار دونك كيفاش نختاروهم كيفاش ندرسوا معناها لو شيما دانفستيسمون اي دو فينانسمون اللي هو مخطط الاستثمار والتمويل من شيرا عندك دي بزوان عندك دي شارج كيفاش تنجم تحددهم ومن شيره اخرى منين باش تجيب الفلوس اوكي حددتهم عندي انا لي شارج نتاعي عندي لي بزوان نستحق لويي نستحق بوغ لي شارج سالاريال نستحق هذا الكل مي اون كونتر بارتي كيفاش منين نجيب الفلوس سورتو انا خارج البارح من معناها ماخذ الشهاده نتاعي نجم نكون ما عنديش فلوس دونك منين باش نجيب الفلوس داكور. هذا الكل يقع تحسيس به وهل الكونسيبت يفهموهم معناها الاشخاص هذوما الببليك سيبل اللي هما مجموعه المستثمرين قولوا الفوتور انفستيسور. دونك اون فوا لي كونسيبت واضحين اون فوا صارت هلا لوموجينيزاسيون معناها انتر العباد الكل شنو هو اللي يصير اون فوا الفكره في حد ذاتها كانت فكره مهمه فكره نوفاتريس يولي ثم اون فورماسيون بيرسوناليزي
وهالفورماسيون بيرسوناليزي شكون يامنها؟ يعملوها دي زيكسبير اون لا ماتيير اللي باش يوريك لو شيما دانفستيسمون اي دو فينانسمون باغ اكزومبل. شكون ان اكسبير كونطابل اللي هو كونفونسيوني مع لي بيبينيير دونتربريز، خاطر لي بيبينيير دونتربريز تعمل دي كونفونسيون افيك دي زيكسبير اللي باش هو يامن هلا الحصص التدريبيه هذيا. يامنها لك ان جوريست في ما يخص معناها الاشكال القانونيه للمؤسسه الاقتصاديه اللي انت اخترت باش 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 معناها تحدثها. اكاديميين اوسي على خاطر لي زونيفرسيتير باش يعلموك كيفاش تحكي على تعمل ليتيود دو مارشي نتاعك، كيفاش تدرس البوبليك سيبل نتاعك، كيفاش تعمل سيغمونتاسيون دو مارشي، معناها كيفاش انت تختار ان مارشي اللي انت باش معناها تقوم باش توجه له المنتج ولا المنتوجات نتاعك. لابسوربسيون معناها نتاع المنتج نتاعك على السوق، اسكو معناها لوتيليتي نتاع الفكره نتاعك، شنو مالي كونكورون نتاعك، لو بوزيسيونمون فوتر بوزيسيونمون اي لو بوزيسيونمون دو فوتر برودوي بارابور ا فوتر كونكورونس. بالضبط مدام. لا ديستريبيسيون معناها سور لو مارشي وين باش تسوق وكيفاش. وتوا مع تكنولوجي دو لافورماسيون اي دو لا كومونيكاسيون اسكو باش تختار لو كانال هيبريد، ستادير باش تبدا تعمل دي بوان دو فونت فيزيك ولا باش تخدم سكون ابل لي بيور بلايرز، باش تخدم كان على الفيرتوال يظهر سي فوتر كا، والا تو فا فو فير لا جونكسيون معناها باش تخدم باش يكون عندك ان بوان دو فونت فيزيك دون بار اي اون بريزونس فيرتوال دوتر بار. كيفاش باش معناها سامحني جست نكمل الفكره، انك باش تستغل جوستومون لا غراتويتي et la visibilité et la communication et tu معناها toi توفر لك يوفر لك هالكانال هذايا اللي هو لو كانال فيرتوال. داكور جوست مدام باش نزيد على كلامك وبالحق يعطيك الصحه خاطرك هذا هو صحيح، انك تكون مأمن بروحك وبليكيب وبالبروجي نتاعك وانك مغروم بالشيء اللي تعمل فيه وبانك تحب تولي انتربرونور وتحب تمشي في بروجي وتسعى ما يكفيش، خاطر لي فورماسيون والحاجات هذوما مهمين برشا سورتو هاجر كي طابت للمارشي من بعد باش تعرضك برشا حاجات مش كيما اللي كنت تشوف فيه من الاول، مش كيما اللي خططت له من الاول، حتى الفيزيون تنجم تتبدل كي طابت للمارشي. دونك الحاجات هذوما لازمين، لي زيكسبير لازم تتعدى بهم، لي فورماسيون لازم تمشي فيهم باش تتعلم. القانوني هو مهم بالضبط، دراسه السوق اللي هي مهمه ياسر زاده، وكل مرحله من مراحل مخطط الاعمال راهو مهمه. انا نقول خاطر علاش قد ما انت تتشبع بالمعلومه اللي تخص المشروع نتاعك mieux c'est pour vous خاطرك tu peux la maîtriser خاطر تنجم تحكم انت صحيح. معناها ماناش كلنا نجمو نفهمو في الارقام، ماناش كلنا نفهمو في الـ في الـ في الـ في لي كالكول في الحسابات، مي على الاقل يلزمنا نكونوا فاهمين الاكسبير اش قاعد يعمل معانا، الاكاديمي اش قاعد يقول لنا، اش قاعد اش معناها شنو هو معناها المراحل اللي قاعدين معناها احنا نستوعبوا فيها. جوريست اوسي لي فورم جوريديك علاش هذه ومش هذه، هذا المعلومه قد ما تكون متشبع بالمعلومه راهو على قد ما انت تكون متمكن من المشروع نتاعك. فهمت كيفاش تكون مشروع متمكن وقد ما يكون كوستو البزنس بلان تاعك ويكون قوي ويكون ديفوندابل، وقت اللي تجي تقدمه انت للبايور دو فون تاعك، خاطر هو زاد ماهوش باش يكون وحده، باش يكون معاه اكسبير كونتابل، باش هو اللي باش يفهم في الارقام ويفهم في دوك لا هلا كونفرونتاسيون هذيا كيفاش باش تقنعه؟ كيفاش تو فا ديفوندر بيك اي انجل تون بروجي؟ كيفاش باش تقنعني؟ كيفاش انا مثلا نجم نقول لك توا هذا مشروع سي با لا بين اذا مش مهم؟ اذا كان انت حامل الفكرة تقول لي والله عندك الحق تو نحاول نبدل، كيفاش نستأمن فلوسي عندك؟ ألوغ كي تقول لي أنا سي نعرف عندي غلطة هذية وعندي الإشكال هذا وباش يعرضني الإشكال هذا، مي عندك الألتيرناتيف، عندك سيناريو اللي باش تلقى به الحل. لا خاطر أنا شنو باش نخرج كيما قلت لكم في أول الحصة سي لوبتيك غانيون غانيون، أنا كبايور دو فون نخرج ديزون ربح، وانت كانفستيسور تلوش شكون يعمل لك كيما يقولوا باريناج سي جوز دير، معناها انت بدك تخرج ربح فينا الماء. شوف في خلود شيخه وتسمع فيكم عامله شو، خاطر اكثر واحدين اكثر واحده مرجتنا انا وياسين سيرتو كيما قلت لك نسي شيخو على الفورماسيون والحاجه تاعو ولا نشجعها خلود يا هاجر تمرج فينا عملوا لي فورماسيون زيدوا فيها يا خلود عندنا ديبلاسمون ما نعطيش فلوس في الفورماسيون خذ انا هوني ننصحكم معناها كان تسمحوا لي ديجا ناخذ قبل ما تعملوا الفورماسيون نحب
نختم ملا في الحاله هذه نص دقيقه مزيان بالبرجمون البرجمون اللي تعملوا لي بيبينيير دونتربريز pour certains projets اللي ثم دي بروجي ثم une commission تصير اذا كان المشروع مقنع فيه une innovation او فيه ابتكار يحاولوا دونك يعملوا ايبرجمون يعملوا ايوا اش معناها ايوا معناها المشروع يقعد في اللوكو نتاع لا بيبينيير معناها ان ان رينوفلابل معناها pendant 2 ans عام الاول والعام الثاني وبعد اون فوا يشد روحو المشروع يقف على ساقيه يخرج و انسي دو سويت باش يجي اللي بعده دونك حاجه بركه زاد نقولها للجماعه لا فورماسيون حاولوا معناها قد ما تعملوا دي فورماسيون بالنسبه ليكم انتوما يعني حاجه نافعه برشا وما تقولوش سي انا بديده راهو ديما حتى باش العمليه تتوسع اتسيتيرا وحاجه اخرى اختموا ياسر على كوميونيكاسيون اختموا ياسر على الفيزيبيليتي دو فوتر بروجي فوز افي معناها لا ديجيتاليزاسيون تخدموا على كونسيبت جديد ياسر وكونسيبت ياسر معناها اكسترااردينير اختموا على الفيزيبيليتي باش تكونوا موجودين ان بو بارتو ربي يوفقكم يعطيكم الصحه دونك مرحبا بكم عايش على غالب الوقت سيء وفي تحيه للناس اللي تسمع فينا تحيه لعائلتنا تحيه لليكيب نتاعنا الكل ومع اي دي واي تبعوها اي دي واي دورها بكيفك بحضر البروجي خلينا نخرجوا تبعونا في اف ام ديكوفيرت حاجه جديده قاعده تطلع دونك يعطيك الصحه استاذ الله يخليك على غالب الوقت هذاك هو وكما قلت انت حاجه صغيره نختم بها انا عندي ولدي على غالب عندي ولدي عنده لسبري انتربرونيال et il veut le faire et je vais l'encourager. Ou ils ont envoyé pour jouer avec nous. Bien sûr. Voilà. Merci comme ça. Merci. Allô IFM.